اهلا بكل الساده المشاهدين في كل مكان بيتابعونا عبر شاشه قناه النيل الازرق. وصلنا لفقرتنا الاخيره اليوم في مسيره مساء جديد، بنتكلم فيها حول تاثير النوم على الصحه العامه. وانا ما عارف البوني اختار الحته دي، لان البوني مشهور بانه مشكلة تغلق الكثيرين، يعني لو زادوا نوم لفترات طويله جدا. معانا صديقنا طبعا صديق البرنامج دكتور محمد الفاتح الخير، استشاري الاداره الصحيه. سعداء جدا بوجودك معنا يا دكتور في مساء جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المحمود في كل مكان والمعبود في كل زمان، بسم الله خالق الأسماء منعم النعم من غير انتهاء، والصلاة والسلام على أشرف في خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنرحب بكم أصدقاء البرنامج، وإن شاء الله نقدم مع بعض يعني مادة تكون خفيفة ومفيدة إن شاء الله بالنسبة للسادة المستمعين والمشاهدين إن شاء الله. مرحبا بك يا دكتور. بداية خلينا نعرف النوم، ما هو النوم؟ طيب النوم طبعا عنده عدة تعريف، يعني تعريفه كثيرة، لكن من أشمل التعريف أنه هو عبارة عن نشاط طبيعي للكائنات الحية يحدث فيها توقف للحركات الإرادية والإدراك للمحيط الخارجي. باختصار هو عبارة عن شنو؟ أنه أي كائن حي لازم أنه يحصل له نوم، يعني زيه زي الأكل والشراب والتنفس، فهو عبارة عن نشاط طبيعي لابد من وجوده، عدم وجوده بيؤدي اوتوماتيك للوفاة. حوجة يعني. أيوة. حوجة للإنسان زي الأكل زي الشراب زي كده. أيوة. أيوة. وفيه درجات. يعني فيه بتبدأ من إنه مثلاً، يعني مثلاً يقول لك في ربع ساعة الأولى لما خلاص النزول يبدأ يخلد للنوم بتبدأ الحواس تجيف، يعني الحواس الطبيعية العادية اللي هي الحواس الخمسة العادية، لحد ما يصل المرحلة بتاعت إنه توقف للحواس، وبالتالي الادراك للمحيط الخارجي بيكون الزول ما واعي به. ففي درجات انه مثلا بيقول لك الزول ده نايم لكن سامعني، او الكلام جاء في شكل حلم. فهو زي حبوبتنا زمان. الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه ويرحمه. يعني تكون نايم ولكن شنو الدار تسمعه بتسمعه. لا الدار بيقول لك انا ما سامع، والدار تسمعه بتسمعه. دي عندها علاقه بالموضوع ده، انه هو يعني هو نايم لكن يعني معاك وسامعك انت. يلا دي اللي هي شنو بيكون لسه ما وصل النوم الكامل. يعني المرحله الاخيره بين بين. وفي زول بيسلم طوالي بقول لك والله مثلا زي الصادق ده بيسلم طوالي، سافرت معاه قبل كده اقل من ثانيه سلم طوالي. ومرات في زول بيتكلم، يعني طبعا المذيعين ناس الشخير برضه ممكن نتكلم عنه. الشخير ده كرتون، هذا كرتون يتذكر انا ربي يدي الصحه والعافيه. تفضل. فطبعا دي يعني من الحياه اللي بتكون موجوده مناسبه في الانسان، يعني الحياه دي طبعا موجوده. يلا طريقه النوم ذاتها الحياه اللي بتكون صحيه بالنسبه له. ويعني انه نحن البيئه ذاتها عندها دور صحيح، انه يسمع ياتو حاجه زي ما قلت، انه بيكون في زي فلتره صح، انه بيسمع الحاجه داير يسمعها زي حبوبتك ربنا يرحمها. وفي حاجات يعني الطعام عنده علاقه الغذاء طبعا. الأكل يعني اللي هي مثلا في وجبات معينة يفترض ما يتم تناولها قبل الأكل، يعني قبل الأكل إنه في لازم تاكل حاجة خفيفة. الحاجة الثانية ممارسة الرياضة، يعني من الحياة اللي إحنا تعبانين فيها، إحنا شعب السوداني بقى يومنا ذاته قصير، يعني ما زي زمان إنه اليوم ممهول صحيح. تقدر تشتغل فيه كم حاجة بالضبط. الأجواء المحيطة ذاتها بالنوم برضو لها أثر كبير جدا، يعني حتى برضو بالنسبة للشخير واحدة من حياة العلاج بالنسبة للزول اللي يحصل له شخير يغير البيئة بتاعته. يعني درجة الإضاءة، درجة الرطوبة، المخدة إنها لازم تكون هي مريحة بشكل مميز، فدي كلها من العوامل اللي بتخلي إنه في يعني استرخاء كامل في عملية النوم لأهمية النوم. طيب الساعات الصحية للنوم، يعني في ناس ممكن بقول لك دائما 8 ساعات هي الساعات الممكن تكون انك تكون مرتاح فيها، في ناس بينوموا اقل، في ناس بينوموا ازيد من 8 ساعات، في ناس يوم كامل نايم. ايوه طيب بقى لها فايقة ولكن طبعا هنا بنرجع طوالي يعني لإدارة الوقت. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام وديننا حسان على انه نرتب وقتنا بصورة سليمة، فبالتالي يعني الراحة بتاعت الجسم وحوجة الجسم للنوم حوجة حقيقية، حوجة يعني زي ما تكلمنا إنها زيها وزي الأكل والشراب والتنفس. فبيبقى إنه العالم كله بيهتم بالبحوث. في أمريكا في حاجة اسمها American Sleep Foundation اللي هو أو National Sleep Foundation، هو عبارة عن المؤسسة الأمريكية للنوم.
لاحظ انه للنوم يعملوا له مؤسسه فيها بحوث وابحاث. فالابحاث حددت الزمن السليم والزمن المطلوب على حسب التصنيفات العمريه. يعني عملوها من عمر من حديث الولاده لحد 3 شهور، انه يفترض تكون من 14 الى 17 ساعه. زمان كان الاطباء كلهم بيقولوا البحوث بتقول انه 18 او 19 ساعه، فهسه يفترض يكون الحد الاقصى للعمر بتاع 3 شهور واقل انها تكون 17 ساعه. مشهور للاطفال الرضع تبقى من 12 الى 14 ساعه، عمر سنه لسنتين 11، لحد ما جاءت الحته بتاعت شنو يعني الادلت او الناس الماتوره والبالغين، يعني اللي هم من 7 ساعات ل 9 ساعات. نحن زمان بيقول لك لا 8 ساعات، هي طبعا 8 هي الايديال لسه، لكن 7 ساعات بتكون مقبوله، ما بيكون في اضرار بالنسبه لك. نحن لعدم وجود البحوث ممكن نكون في السودان عمليا بقت الساعات من 5 ساعات ل 7 ساعات. واحده من الاسباب اللي هي السوشيال ميديا. صحيح، ناس مساهره مساهره، ولازم قبل ما ينوم يشوف اخر حاجه، اخر رساله مشت وين، اول ما يصحى، او التلفونات الليليه يعني برضه بتاخذ كده دي ما بدس شويه كده فبيبقى انه تنظيم ساعات اليوم مهم جدا. يعني انه الحد الادنى يفترض، وليه النوم انه عنده ساعات معينه. يعني سبحان الله انه الجسم الانسان بيفرز هرمونات، نحن عارفين اهميه الهرمون، هي بتنظم الميتابوليزم، يعني الناحيه بتاعت البايوكيمستري، الكيمياء الحيويه او كيمياء الجسم. فالهرمون بينظم كل العمليات داخل جسم الانسان، الاشارات العصبيه. فبيبقى انه في هرمونز بيتم افرازه في الصباح الباكر، ودي لما الانسان انه يكون نايم يعني سبحان الله ما بيتم افرازه. فسبحان الله نحن كل ما رجعنا للاسلام بنلقى انه حياتنا بتمشي بصوره منظمة، سليمه ومنظمه وصحيه. فالوقت مثلا الصبح 5 وشويه 5 وثلث تقريبا، فمن الساعه 4:30 الاذان الاول او 4:15 بيبدا الافراز بتاع الهرمونات تحت الاسترس هرمون والجروس هرمون، يعني هرمون النمو، والهرمونات اللي بتخلي انه يعني بيقول لك هرمون السعاده. فهرمون السعاده افرازه للزول الصاحي صلاه الصبح. فسبحان الله يعني انه بتحس ذاته يعني صلي الصبح ده حاضر، بتحس براحه كده، براحه سبحان الله. ويا حبذا كمان لو بعدها يعني ان شاء الله لو حاجه بسيطه في القران، يعني غران الفجر، ان غران الفجر كان مشهودا، فبيبقى انه في الوقت ده حاول خليك صاحي. يعني لحد ما الشمس تطلع امشي شغل بدري، لازم تعمل الغيلوله برضه ممكن نجيها. طبعا الغيلوله دي زي ما عندنا. طيب في ناس بيتفاخروا بانه بيضربوا الثلاثة ليالي أربع ليالي بيضربوها مع بعض، يعني زي اخونا ياسر ده زول مخرج رجل داير علاج للنوم الخطير، يعني ما بعرف انه زول ما بينوم. يعني ياسر ده يقول لك انا ثلاثة أربع أيام شغال مساهر يعني. فدي ذاتها انا ما عارف دي كيف، يعني هل في ناس عندهم قدره زي دي 3 4 ايام يعني، وفي ناس برضه شغلهم بيخلوني يكونوا برضه بيشتغلوا بالليل وبالنهار يناموا، الصحي هاتوا اكثر. طبعا الصحي يعني وجعلنا الليله لباسا وجعلنا الصباح معاشا. فبيبقى انه النوم بالليل دي الحاجه الصحيه، ودي الوقت اللي بيتم فيه افراز الهرمونز، والجسم بيكون في طاقه يعني ايجابيه. الصباح لابد انه يكون فيه الحركه. صحيح. حتى الاطفال اللي بيكونوا صغار مثلا ويجيهم جونديز اليرغان بيعرضون لاشعه الشمس بتاعت الصباح. صحيح. فيتامين دي اللي هو يعني برضه نقصه بيؤدي لشنو؟ انه الزول يكون زهجان، يكون متوتر، غير الحته بتاعت العظام وكده. فمن ضمن الابحاث كان جميله جدا، كانت في الاردن، انه لقوا انه بالنسبه للنساء يعني يقول لك لا الشمس ما بطلع فيها البشره وهكذا، فلقوا عندهم نقص كبير جدا في فيتامين دي. نعم. حتى رجالهم هناك برضه شويه كده الصفات دي كلمنا وتطلع بالصباح يعني ممكن تكون وفعلا قال الصباح ومع المغرب صح، قبل المغرب قبل المغرب يلا قبل المغرب لا لكن لازم تتعرضي لازم تطلعي صباح صح لازم شمسنا السودانيه دي تضرب كده عشان شنو تحس. ففي الاردن عملوا نظام جميل جدا، اضافوا فيتامين دي في الرغيف. يعني ليه؟ لانها دوله متطوره ودوله بتهتم بالبحوث. صح. ودي النتيجه بتاعت شنو؟ يعني التسجيل في المستشفيات. صحيح. انه لما نيجي يكون في النظام الاحصائي مفعل بصوره كويسه. المشكله وين؟ في نقص في شنو كده؟ أيوة. والعلاجيه المرضى. ايوه صح. والاليه بتاعت العلاج لازم تكون بسرعه. يعني هنا في السودان لو جينا نعملها ما اقدر اقول مستحيله، لكن يعني ان شاء الله يعني لقدام انه البلد تتطور وتمشي لقدام،
ويكون في أنظمة صحية يعني الاهتمام اهتمام بالمواطن السوداني. نعم. يعني لأهمية الإنتاج بالنسبة لل طيب إحنا برضو عندنا في السودان بشوف الناس الساعة 10-11 بيدعشوا ويضربوا فتة بتاعت فول رهيبة جدا جدا وبعدها بيبسي أيوة. وياخذ معاه برضو شوربة بتاعت كوارع وهو ماشي كده في الطريق يقول لك نمشي يعني أكلوا هنا يقول لك نمشي هناك نضرب البسبوسة وياخذ معاه لبن ده بنوم كيف ده يعني انا بالضبط كده يلا نوم مش عشان كده النوم ما في النوم ما في نوم وشخير جدا وفي ارق يعني ما كوابيس فسبحان الله انه يعني ده كله تهضم كيف ده يعني في اعتقاد خاطئ يقول لك لما تشبح شديد بتنوم على طول ده برضه اعتقاد خاطئ صح لا تماما تماما يعني سبحان الله انه النوم السليم بيحتاج لجو جميل صح يعني جو مريح فضي بطنك ونوم صح نوم صح وهمومك ذاتها يعني الحته ذاتها لما تكون تفتح النفس يعني حته نظيفه مجيه بصوره كويسه الروائح الموجوده ويا حبذا كمان لو وديت حبه روحانيات لما تكون تعبانه وعندك مثلا هموم ومن هنا تسبيح والاستغفار ايوه سوره البقره مثلا بصوره خفيفه يعني سبحان الله فلا بالذكر الله تطمئن القلوب يعني سبحان الله انت لما تشغل القران يعني النوم يعني ما بتحس بحاجه يعني تماما بيحصل لك انه ريلاكسيشن بصوره كبيره جدا فبيبقى انه نحن يعني محتاجين لتغيير عاداتنا صح السلوك الغذائي ده بالذات ده اهم حاجه يعني الساعه 6 المفروض تكون انت تعشيت ماكسيموم ويا حبذا بالحياه الخفيفه صح يعني الزبادي سلطه خضار بقدر الامكان على اساس انه يكون في تشكيل كامل برضو يعني الفول ده الصباح وفول بالليل كثيره شويه على الظروف يا امجد احنا الموضوع ده مهم انا عارف والله يعني ظروف لكن والله في ناس وجبه يعني واحده ذاته معنا لكن مشكله يعني يلا التشكيل ذاته يعني ليه احنا ممكن ننتقد المرأة السودانية مع احترامي للمرأة السودانية نعم لكن المائدة السودانية جاته بجنب شكله المائدة السودانية يعني ما فيها تشكيل اي صح يعني مثلا نفس اللي امبارح والليلة ايوه حتجيب من وين لكن اذا كان البيت ما فيه حاجة يعني لا يعني مثلا طريقة الملاح ذاتها نفس الحياة اللولة بتغير اخر صح اخر صنف ممكن يتغير بطاطس بامية كده لكن الحياة اللولة واحدة يعني هسه شوف الاساسيات اسي مثلا يوم الجمعة شوف السودان ده ما طقوس ايوه لا بتلقى مثلا ناس بياكلوا قراص مثلا بدمعه وناس مثلا بيجيبوا كسره بطماطم على زيت بتاع سمسم ظريف على شطه خضراء جوحتن نطلع الفاصل طيب احسن نطلع الفاصل لان انا جبت الفاصل عندنا فاصل عليه من بعد راجعين نتواصل تحياتي لكم من جديد مشاهدينا أنا تواصل معكم واحدة من الأغنيات السودانية المميزة المرتبطة بوجدان المستمع السوداني بشكل عام أغنية والله مشتاقين من الأغنيات المميزة واللي لها قصة أيضا مميزة هذه الأغنية تغنى بها الفنان عثمان مصطفى والموسيقار محمد وردي دعونا سويا نتابع قصة هذه الأغنية وندعو برضو دكتور محمد ليتابع معنا نتابع الخدود الشاربة من لون الشفق عند المغارب والله مشتاقين الخدود الشاربة من لون الشفق عند المغارب دي الخدودك سيدي سيد الناس يا سيد الحبايب بتلك الكلمات الرائعات المتسربلة بالنغم الشجي والمتزينة بالصوت العميق كعمق البحر كتب الفنان المبدع عثمان مصطفى شهادة ميلاده الفني في دفاتر الإبداع الغنائي السوداني وكان ذلك عام 1965 وعمره لم يبلغ عقدين من الزمان كان ولعاً بحضور تلك الجلسات الفنية التي كان مسرحها منزل الشاعر إسماعيل حسن والتي كان يزينها لفيف من أهل الفن والطرب على رأسهم الفنان وردي والموسيقار عبد الله عربي وحلم الغني وحمزة سعيد وغيرهم من مبدعي الخرطوم جنوب تلك البقعة التي تؤمن فنياً وفي إحدى تلك الجلسات كان الميلاد الشرعي لأغنية والله مشتاقين وهي من كلمات
إسماعيل حسن وألحان وردي. طلب إسماعيل حسن من وردي أن يمنح عثمان مصطفى هذه الأغنية رغم علم إسماعيل بحب وردي لهذه الأغنية. وافق وردي على المنح بشرط إجادة عثمان لأدائها، وقد كان قد أدى عثمان الأغنية للدرجة التي جعلت وردي يشيد بأدائه للأغنية، وهذه الأغنية كانت فتحاً أولاً لعثمان مصطفى في جدران الأغنية السودانية، وعرفه الناس بها وجعلت منه نجماً كبيراً أضاء سماء الأغنية السودانية. الأماني الحلوة قائمة زي بحور مليها وحياتك لباكر والأمل صار الجناح ديما زعينيك مسافر والله رحم الله طبعا الأستاذ الفنان الدكتور عثمان مصطفى، ورحم الله طبعا الشاعر الكبير طبعا اسماعيل حسن، وأيضا الفنان الأفريقي الأول محمد وردي. يعني شوف يا دكتور، شوف الفنانين في زمان يعني يتعاملوا بشبه رقي، يعني انه وردي يرحل عثمان مصطفى وغيره من الفنانين في الجيل ذاك، يشوف اغنيه لحين يديها للفنان الثاني، يعني لانه فعلا في عمالقه. صحيح، يعني لما نقول لك يعني عملاق معناها فعلا انت يعني وصلت مرحله عاليه جدا. صحيح، من الرقي يعني، فاللي هو التعامل الراقي، يعني عشان كده خلدوا اساميهم يعني في وجدان الامه السودانيه والامه العربيه. يعني وردي ما ننسى انه مثلا زي الكابلي في الوطن العربي مشهور. صحيح. وردي ممكن يكون في اثيوبيا. فبيبقى التعامل الراقي انها هي يعني واحده من الحياه البشريه، مسؤوليه الفن ذاته. ايوه. الموسيقى عشان ندخل بالموضوع ذاته عندها علاقه يعني شويه بتهدي لي، يعني بيساعد تدريجيا للنوم. تماما. كان قبل فتره في يعني في واحده من مراكز التدريب، يعني التحية لكل مراكز التدريب. فكان في دورة حضرناها إنه الدكتورة لما عرفت نفسها إنها عندها دكتورة في العلاج بالموسيقى. دكتورة في العلاج بالموسيقى. فقالت إنه المدخل بتاعها يعني إنه الناس بتقول الموسيقى حلال وحرام وكده. فقالت لا، الموسيقى أصلاً ما كلمة عربية. فالأغاني ذاتها يعني حلال وحرام ما دارين نخوض فيها، لكن الموسيقى بتعمل يعني الناس اتطورت فيها بصورة كبيرة. كعلم بيعمل ريكسيشن بصوره الحماس، ونحن السودانيين مشهورين يعني اسيد اللوكة دي لما انت دوك كده مشكله كبيره. حماسه حماسه صح يعني، والزغاريت ويعني بيبقى انه نحن كسودانيين متميزين. يعني لسه مصرين انه نحن رقم واحد في العالم، يعني زينا ما في، وحقيقه زينا ما في. فبيبقى انه تميزنا يعني حتى في العرس تلقى العريس والعروس ناس مبسوطه في العرس، وتلقى اغنيه مثلا قاسي قلبك علي ليه، يعني تلقى اغاني هي في طبعاتها حزينه قوي عتاب، ونحن مبسوطين بالاغاني يعني. ليه؟ لان الموسيقى، لان الموسيقى احنا مبسوطين في القصه. يعني يقول لك الزول ده اشتر، والزول ده رقاص، والزول ده بيعرف. ايوه صحيح. فبتبقى انها هي احساس، يعني الموسيقى بتحرك، يعني بتحرك وجدانك. في موسيقى بتذكرك بناس، بتذكرك بمواقف. ممكن نسترجع هنا زي الأفلام الهندية مثلا. المؤثرات الصوتية بتاعتها صح، وممكن نتذكر برضو مسلسل دكين. صحيح. يعني اليوم الرحمة كل الممثلين القديرين برضو. صح. من ضمن يعني من الحاجات اللي كان فيها موسيقى قوية جدا. تتعلم متاعب برضو زي فراق الأصدقاء. صح، مشهورة عندنا دائما. أيوة، يلا دي لو بايا
بتلقى انه الموسيقى مؤثرات صوتيه عندها، بالتالي بتنعكس على على المستمع او المشاهد، بتحرك فيه حاجه. بتلقى في دول في الفيلم الهندي بيبكي صح بيوراو، ايوه ايوه صح، يندمج بصوره كويسه. الشيء خلاه يندمج المؤثرات الصوتيه صح، فبيبقى انه بالنسبه للنوم كان ما نكون مرقنا بعيد صح. مرات في ناس يعني الهدوء بتاعهم الموسيقى الهاديه يعني بتخلي انه يكون في راحه، فبالتالي برضو الاصوات الجميله برضو بتخلي فيه راحه. ولها المثل الاعلى اللي هو لما انه يعني الزول يكون وصل لمرحله عاليه انه ينوم بالقران. في ناس بينوم بالموسيقى صحيح صحيح ايوه صح. لكن طبعا لما تحصل المرحله بتاعت الايمان العاليه انه تنوم بالقران، فانت كده فعلا انه يعني اديت طاقه ايجابيه. يعني سبحان الله ذاته سمع القران يعني بيثبط من الخلايا السرطانيه. يعني سوره البقره البيت اللي بتقري فيه سوره البقره في معنى حديث انه 40 ليله انه الشياطين ما بتجيها. فبيبقى انه نحن كل حياتنا يعني مرتبطه بالاسلام وعادات في الاسر ذاته بقول لك مثلا نفسي ما تنوم وانت زعلان ايوه صحيح مثلا حقيقه بقول لك ما تنوم وانت زعلان ايوه تصحى صباح تلقى وجهك ماشي كده صح فعلا، دي كلها طاقات ممكن تتركها أيوة. تحصل حاجات يعني. بالليل ايوه دي هنا في النوم بترجعنا طوالي لحاجه مهمه جدا. مرات بتكون حلمان انت جاري وساكن لك حاجه او ساكنك تصحى تكون تعبان تعبان جدا مرهق مرهق كانك كنت جاري في كانك كنت جاري يلا سبب عضي على اسنانك تصحى الصباح تلقى حاله صعبه شديد. يلا التفسير بتاع سبحان الله انه شنو التنمت بطاقه سلبيه عاليه وده اللي ارقام بالمناسبه ايوه يعني فين الاثار الجري عليه دي مجهود كان حاصل يعني جاري وجاري ايوه فسبحان الله انه بيجي يقول لك يلا يلا من ضمن الامنيات يقول لك لما تيجي تنوم يقول لك يا اخي احلام سعيده احلام سعيده صح اتمنى لك انه حلم جميل صح ومرات بتحلم حلم جميل جدا صح تصحى مبسوط وين الحاجات صح وين الحاجات الحلوه بعدين في مشكله كبيره جدا اصلا ما في زول بيكون كاتب شيك بينوم دي كلها يا دكتور ما بنوم كله كله ايوه لازم ويكون لسه الشيك باقي لي اسبوعين ما في اشكال بيتحلى سلام يا كاتب لو كبير لا لا يعني والله مشكله الشيكات دي مشكله حقيقه والله ما بنوم يعني كاتب شيك انا ما لقى نزل كاتب شيك غايته نايم يلا هنا طوالي يعني شمال الموضوع يتطور عند زول اللي بيكتب شيكات يعني دي رساله او عنده دين عموما او عنده دين او النوع الثاني اللي عنده امتحان صح يعني لا نحن امتحان من النوم ما في شيء انا قاعد اللواي 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 نحن كيف كذا بيني وبينك اول الدفعه يعني ولا لا 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 يعني زي السادس ما في اشكال برضه من ضمن العشره ما في مشكله لكن اول الدفعه والثاني ده لما يكون في تنافس ما في اول بيكون ما عنده منافس اي صح انه لو ما قرب يجي الاول صح ده بيكون ذكي شديد وكذا لكن الناس لما يكون في مستويات منافسه دي بيبقى انه عنده امتحان بكره لازم انه يكون عنده حاجات ما قراها في محاضرات ما كتبها زيه زي بتاع الشك انه توتر طاقات سلبيه زي بكره عندك سفر عندك مباراة عندك مباراة مثلا والليلة نحن مباراة المنتخب مع صح نتمنى الجيريا. والله انه يعني نتمنى انه الليلة يظهر شغل ممتاز اي صح نتمنى أيوة أيوة. أيوة. او يكون زواجك بعد اسبوع ما تنوم كله كله دي فعلا اي ما لانه الصالة ومش عارف شنو كذا وكذا وكذا والمشاكل الغريب هم بينوموا الطرف الثاني مرتاح ما انت دافع ايوه هتقدر تحسبنا طيب عموما يعني عموما يعني في يعني في مسببات كثيره للنوم ده يعني مشكله في اضافه للمسببات في سلوكيات ايضا خاطئه يا دكتور يعني في ناس يقولوا لك انا ما بنوم الا يكون في اضاءه مثلا في الغرفه صح يعني في ناس بيقول لك ايوه الا التلفزيون يكون شغال الا يكون في صوت في الغرفه عشان اقدر انوم في هي ما منطقيه برضه ايوه في تفاصيل كثيره جدا قد تكون دي عادات خاطئه ممكن يتبعها الشخص دي تسبب في عدم نومه او اريحيه في النوم تمام يلا هنا المشكله يعني الدراسات الحديثه اثبتت انه النوم يعني محتاج لانه لازم يكون في مقام مظلم او اضاءه خافته صح فالاضاءه الكبيره يعني سبحان الله بتؤدي لانه تكون في مشاكل في الخلايا العصبيه وبعد فتره بيخش الزول في مشاكل ثانيه انه يبقى اخلاقه ضيقه الناس اللي ما بيناموا كثير يعني بتكون عندهم اضطرابات كثيره وهي عدم النوم ذاته يعني مرات انت بتوهم نفسك انه والله انا ما بنوم انا ما بيجيني نوم انا عندي مشاكل فبيبقى انه وجود الاضاءه العاليه واحده من الحاجات الضاره جدا عشان زي ما اقول لك السحاره دي بس خط السحاره ايوه هاي الصغيره ديك اضاءه خفيفه وسبحان الله يعني لو جيها هسي في زمننا لما تشوفها في مكان ريحتها ذاتها بتدي
يعني البلد صحيح يعني الحياه البسيطه صحيح بتاعتنا البسيطه ويعني ابانا زمان ربنا يرحمهم فبتلقى عندهم حياتهم كلها صحيه صح تماما صح انه العشاء بدري جدا صح وبينوموا مثلا بعد العشاء ايوه والنوم ذاته وقته صح الساعه 8:30 وبيصحوا مع الاذان الاول صح فسبحان الله انه ال في ناس في 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 الخرطوم دي ايوه تمشي للساعه 8 يقول لك زود نام ايوه انت تقول استغرب زود ولاحظ انه بتلقاه انه صحته ممتاز جدا وصحى بدري جدا ايوه ايوه صح يعني بتبقى انه حتى بالنسبه للبنات او للنساء النوم الصحي النوم الصحي اللي هو النوم الباكر والاستيغاث باكر كويس لهم بيساعدهم كده صح ايوه كده معناه طوالي بس يعني واحد تحس انه اي واحد تحس انه بشرته كده تعبان انه يبدي انه يبدي طيب في جانب قبل الختام سؤال ده مهم شديد طيب في ناس نحن اتفقنا انه نوم خفيف يعني اذا جيت ماشي كده بيصحى بقول لك منو ايوه وفي زول لو عملت شنو شنو ايوه ما بيصحى ايوه ده كيف يلا نحن قبل قلنا انه النوم عنده 4 مراحل دي واحده اثنين يعني سبحان الله برضو قبل لما قلنا انه زول لما يصحى بيكون تعبان هي ما مراحل فلما تكتمل المراحل زي المباراه لما تنتهي بتصحى انت بنشيط ومبسوط فلما يحصل لك اي قطعه في 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 وقت انه الدوره الدمويه ما اكتملت بيبقى لك انت بالنسبه لك صاحي بتوتر بشحنات سالبه زول النوم خفيف ده دي عادات انه زول اصلا يتعود انه ينوم في حته هادئه جدا نوم خفيف متبع غذاء كويس يعني افترض انه الحياه الصحيه ما يكون نومك عميق جدا وبالتالي كمان ما يكون خفيف لدرجه انه لو ماشي باصابعك تصحى بيه في ناس كده ايوه ايوه يلا ديل برضه مرات بيكون انه بيكون النوم بتاعهم متقطع يعني نوم ما بيكون نوم عميق يلا عدم النوم العميق ذاته واحد فيه مشاكل يعني ما بخلي انه الجسم ياخذ راحته في افرازاته يعني الاطفال ليه بيحتاجوا لنوم طويل عشان ينمو الهرمون بتاع الجروث هرمون يعني هرمون النمو فبيبقى انه في اوقات معينه لازم تكون صاحي عشان الهرمونات الثانيه تشتغل فبيبقى انه يعني برضو التركيز والتفكير الايجابي ممكن تكون واحده من الحاجات بيقول لك والله الزول ده شاطر والزول ده ذكي دي مهاره يعني احنا في التدريب بنقول انه لازم تتعلم مهاره التفكير خارج الصندوق او التفكير بعده زوايا دي بتخليك تناجح لاحظ ليها يعني يلا دي بتجي من شنو من قوه التركيز بتاعتك لما اي ناس يتكلموا في بيزنس او في اي حاجه بتلقى في واحد متميز صح ده لانه تركيزه عالي فده معناها ماخد ولكم ده نوم بدري بس وبيصحى بدري احنا ختاما كده نقول يا جماعه لو دارت نوم صح ما تشيل حاجه من حقتك ما تسيك لزول ما يعني تغضب مرتاح. زول يبارك يكون مرتاح ما تكون ما عندك مع زول حاجه انا افتكر دي اكثر حاجات مسببات صحيح. او مراحل بتخليك تنوم عميق صحيح تمام نتمنى نوم هانئ لكل الساده المشاهدين وسعاده مفرطه احنا شكرا لك جدا دكتور محمد الفاتح الخير استشاري الاداره الصحيه نورتنا حديثا عن النوم وتقلبات النوم المختلفه نتمنى انه يعني الشعب السوداني الليله انه مبسوط انه السودان يكون فاز ان شاء الله ونترحم برضو على شهداء الثوره ونتمنى انه السودان يعني يرجع لموقعه الطبيعي في الرياده في كل المجالات وان شاء الله انه زي ما قلت يا استاذ امجد الناس ما تكتب شيكات ساي يعني دي واحده من الحاجات خليكم عارفين خلي ذهنه خالي وما تتدين اهم حاجه بعدين كرس الدكان ده مشكله كبيره يعني تيجي ماشي الدكان كده شايلين منك يعني مشكله تخلي الشارع قصص عجيبه ربنا يصلح الحال نحن نشكر يعني يا ابوني ركز في الكلام اللي قلنا ده كويس يا ابوني جاوب لك جدا حقا شايفه عجبته الحته دي بنشكر كل الناس اللي تابعونا عبر هذه الإطلالة عدد من الفقرات تنقلنا من خلالها أتمنى لكم بقية يوم سعيد ومميز ونختم أمسيتنا لليوم بالفنان الكبير الراحل المقيم محمود عبد العزيز إلى اللقاء تحياتي واحترامي إلى اللقاء قالوا لي أنساها أمسح من خيالك ذكرياته أنسى كل الماضي وبعيد عن طريقه عن حياته قالوا لي أنساه أمسح من خيالك ذكرياته أنسى كل الماضي وبعيد عن طريقه عن حياته باتوا خلاك
بالأول صبرت قلبي عشت في دنيا الأماني بالأمل صبرت قلبي عشت في دنيا الأماني حبيبي في نهار طالب